نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها حقن لكبح الشهية. أعلن علماء أنهم توصلوا لحقن يمكنها منع الشعور بالجوع لا سيما للوجبات السريعة، فيما يعد نبأ سعيدا لمن يتبعون حمية غذائية ويكافحون في وجه شهية مفتوحة، ما يساعد في تخفيض الوزن والتخلص من البدانة. أيضا في الصحة مشاهدينا نطالع من صحيفة البيان الإماراتية، الإجازات الطويلة مضرة بالصحة. جاء في تفاصيل الخبر، كشف عدد من علماء الصحة أن الإجازات الطويلة أو الامتناع عن القيام بأي نشاطات بدنية أو ذهنية لها أثارها السلبية على الحالتين الصحية والعقلية للإنسان. ووفقا لعلماء بريطانيين، فإن قضاء الإجازات الطويلة من الممكن أن يزيد من احتمال الإصابة بأمراض خطيرة قد تتسبب بالوفاة المبكرة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الرأي الكويتية، فتاة نشرت تفاصيل آيفون على يوتيوب ففصلت أبل والدها. فصلت شركة أبل الأمريكية مهندسا من مهندسيها بعد نشر ابنته مقطعا مصورا على موقع يوتيوب تكشف فيه تفاصيل هاتف آيفون إكس بحسب بزنس إنسايدر الأمريكية. صحيفة اليوم السابعة المصرية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم، محلل أبل لا تنوي استخدام مكونات رخيصة التكلفة بهواتف آيفون العام المقبل. كشف مينغ شي كو محلل شركة كي جي آي للأوراق المالية عن توقعاته بشأن هواتف أبل للعام المقبل، موضحا أن جميع طرازات آيفون 2018 ستضم كاميرا من طراز فيس آي دي للتعرف على الوجه. ختاما مشاهدينا من صحيفة الوئام السعودية، رسميا واتساب يتيح للمستخدمين ميزة إلغاء الرسائل. أضاف تطبيق التراسل الفوري واتساب أخيرا القدرة على حذف الرسائل المحرجة التي جرى إرسالها عن طريق الخطأ قبل أن تتمكن الجهة المستلمة للرسائل من قراءتها.